استراحة الظهيرة مع ياسمين خريشي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، واستراحة ظهيرة جديدة. أكيد اليوم رح يكون في عنا أخبار محلية وأخبار منوعة، أخبار صحية. وعدستنا يا ترى اليوم وين كانت؟ في جولة ميدانية على الساعة 2:30 بتوقيت بغداد، على الساعة 1:30 بتوقيت الأردن. بنكون معكم بفقرتنا التفاعلية. أكيد كيف بتعرف المرأة أنه هذا الرجال بيحبها، أو كيف بتقرر أنه هذا الرجل اللي هي على ارتباط به بها بأنه انه بحبها؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. ضروري تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي باسم ياسمين خريشي، او بتحكونا على ارقام البرنامج اللي راح بتكون ظاهره ان شاء الله بفقرتنا التفاعليه. بدايه بنروح مع الاخبار المحليه.
لكن اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وهيك بنبلش حلقتنا لليوم وشفنا شوية اخبار محلية اكيد من العراق. اما هلا بنروح انا وانتو سريعا الى اخبارنا الصحية. تنبيه للعزبية: الزواج يقلل فرص الإصابة بالخرف. معقول يعني نحن العزبية خرفنا على البكير قبل المتزوجين؟ خلينا نشوف الدراسات شو بتقول. فقد أظهر تحليل جديد لدراسات أجريت في وقت سابق أن الشخص المتزوج أو الذي كان متزوجا تقل كثيرا فرص إصابته بالخرف مقارنة بمن يقضي حياته عازبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لم يتزوجوا من قبل تزيد احتمالات إصابتهم بالخرف بنسبة 42% عن الذين تزوجوا في منتصف العمر ولم تكن هناك صلة بين الطلاق وزيادة فرص الإصابة بالخرف. وقال كبير الباحثين أندرو من كلية لندن الجامعية أن النتائج التي استندت إلى مجموعات كبيرة من السكان في بلدان كثيرة وفترات زمنية متعددة هي أقوى أدلة على أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة بالخرف. يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك تماما نظرا لأننا فحصنا ما يقارب المليون شخص. وبيقول فريق البحث في دورية طب المخ والأعصاب والطب النفسي أنه على الرغم من أن دراسة واحدة من السويد ساهمت بأغلبية المشاركين إلى أن بقية الدراسات كانت أيضا متفقة على نطاق واسع من نتائج هذه الدراسة. أما بالنسبة لغياب الفارق بين المتزوجين والمطلقين من فرص الإصابة يعود ذلك إلى احتمال أن يستمر التواصل بين المطلقين خاصة إن كان لديهما أطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد نحو 47 مليون مصاب بالخرف على مستوى العالم، ويعني ذلك خللا في وظائف المخ ويشمل الذاكرة والتفكير والسلوك. ومرض الزهايمر أحد أشهر مسببات الخرف. وأيضا من ضمن الأخبار الصحية أخبارنا مكملة أكيد مشاهدينا، لكن هاي هي الأسباب اللي ممكن أنها تؤدي إلى الخرف. لكن بدي أرجع أنوه لشغلة كتير مهمة، أنه دائما أو بالأغلب الدراسات اللي نحن بناخدها والأخبار اللي هي بتعتمد على بعض الدراسات العلمية والطبية هي بتصير على بعض الدول الأوروبية أو أمريكا، يعني هي بتصير على مناطق معينة، لكن هي أيضا قد إنها تشمل العديد من الناس على أو بمختلف البلدان أكيد. هلأ توصلوا لشغلة إنه المتزوجين أو المطلقين ليش بتكون عندهم نسب الخرف أقل؟ لأنه في تواصل دائما بينهم وبين الشريك أو شريك الحياة. لهيك بتلاقي سبحان الله الزواج هو علاج لكتير أمور أكيد. مكملين نحن وأخبارنا الصحية، فماذا تعرف عن مرض الزرق؟ فيمثل جهاز أميت أملا كب... آه... آه... يمثل عفوا أملا كبيرا لمرضى الزرق لاسمه جلوكوما الذي يؤدي إلى إتلاف العصب البصري. والجهاز عبارة عن زرعة داخل العين تتكون من جزئين ويمثل حلا مثاليا لمراقبة علاج مرضى الزرق. رح نعرف عنه أكثر، خلينا نشوف هذا الفيديو. كانت هاي فقرتنا مع الأخبار الصحية ومكملين نحن وأنتوا وفقرة الأخبار المنوعة أكيد. قبل ما أروح وأكمل أخبارنا بدنا نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم: إمتى بتعرف المرأة إنه الرجل اللي هي مرتبطة فيه فعلا بحبها؟ لأنه نحن كتير بنعرف أوقات إنه في حب هو حب تعويض، يعني بيكونوا متعودين على بعض وبيفكروا إذا هم تركوا بعض رح بيموتوا، فبيكتشفوا بعد شهر من الفراق إنه وجود الشريك وعدمه كان بالنسبة للشخص واحد، فهو ما كان حب هو كان تعويض. فأيضا ممكن أنه تكون موهوم المرأة بأنه الشخص اللي هي مرتبطة فيه أنه بيحبها. كيف بده يثبت لها أنه هو بيحبها، أو هي كيف بدها تكون على يقين أنه بيحبها؟ بتلاقونا على صفحتنا على الفيسبوك، بقرأ كل التعليقات والمسجات، وأيضا فيكم تحكونا على أرقام البرنامج على الساعة 2:30 بتوقيت العراق. خلينا نكمل أخبارنا المنوعة وإلى فقرة عدسة الظهيرة، وتحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم الأستاذ الدكتور محمود الشياب.
أقامت جمعية أخصائي التغذية الأردنية اليوم العالمي الأول لجمعية أخصائي التغذية العلاجية الأردنية للعام 2017. المزيد في هذا التقرير المفصل لقناة سامراء. أقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية عمان اليوم العلمي الأول لجمعية أخصائي التغذية العلاجية الأردنية لعام 2017. هذا الحفل كان تحت رعاية معالي وزير الصحة الأردني الأستاذ الدكتور محمود الشياب. تناولت هذه الندوة مستجدات التغذية العلاجية في أمراض السكري وأمراض الكلى والقلب، وأيضا أهم تداخلات الغذاء والدواء وتأثيرها على التغذية وفعالية الدواء. بداية كل الشكر والتقدير للجمعية الأردنية للتغذية على هذا النشاط المميز في هذا اليوم المميز، وعلى ما تقوم به من دور توعوي للوقاية من الأمراض ومضاعفاتها وخاصة الأمراض المزمنة. وكما تعرفون فإن التغذية لها دور أساسي في صحة الإنسان للحفاظ على التوازن الطبيعي لصحته، فالإفراط في الغذاء يؤدي إلى السمنة كما تعرفون، والسمنة لها مضاعفاتها الكثيرة في الأمراض مثل الضغط والسكري وتصلب الشرايين. ونحن في وزارة الصحة نقدم كل الدعم لهذه الجمعية الرائدة التي بدأت منذ عام ونصف تقريبا، وإن شاء الله راح يكون في تواصل كبير مع الجمعية لخدمة مرضانا ومواطنينا في الأردن الحبيب، والله يعطيكم العافية. مرحبا، أنا ديما بدر، أخصائية تغذية ورئيسة جمعية أخصائيين التغذية العلاجية الأردنية. اليوم عندنا اليوم العلمي الأول للجمعية، إحنا فخورين فيه كتير. الحضور حضور ممتاز، فيه تقريبا 250 إلى 300 أخصائي وأخصائية تغذية متواجدين معنا. عملنا تكريم لدكاترة أكاديميين من الجامعات. طبعا إحنا هاي السنة عملنا اليوم العلمي الأول بهدف خدمة أخصائيين التغذية المنتسبين والغير منتسبين للجمعية، لنعرفهم بالمستجدات بعلم التغذية. رح يكون في محاضرات وورشات عمل بتخص السكري وأمراض القلب وغيره، لحتى يعرفوا بالمستجدات وآخر المعلومات العلمية بهذا الموضوع. طبعا إحنا عم نحضر كمان لمؤتمر أردني دولي السنة الجاي، رح يكون إن شاء الله بال 2018، رح يكون بمشاركة دولية وأردنية مميزة جدا. ونشكر طبعا كل الداعمين لنا اليوم بهذا المؤتمر، ونشكر الحضور، ونشكر دكاترتنا الأكاديميين على إنجاح هذا، والمنظمين طبعا على إنجاح هذا اليوم المميز. شكرا لكم. صباح الخير، أنا أخصائية تغذية من جمعية أخصائيين التغذية الأردنية العلاجية. اليوم العلمي الأول للجمعية اللي بنحكي فيه عن أهمية المشاكل الصحية والتغذوية اللي بتصير بمجتمعنا الأردني، إضافة إلى عدد من الشركات موجودة. وكان اليوم تحت رعاية معالي وزير الصحة وعدد كبير من أخصائيين التغذية المعروفين والدكاترة الأكاديميين بالجامعين، نتمنى اليوم يكون مخلل بالنجاح الدائم. طبعا احنا اليوم شاركنا باليوم العلمي لاخصائيين تغذيه، احنا لنا منتج خاص لعلاج تساقط الشعر اللي هو اسمه ريجن فورت. طبعا ريجن فورت هو لاين ايطالي كامل، ويكون احنا الوحيدين بالسوق الموجودين من داخل وخارج الجسم. تمام، في عندنا الكابسولز، بكون فيه المركب الرئيسي هو البايوتيناكس. البايوتيناكس مركب خاص بالشركه، بكون فيه بيحتوي على بيوتين وسستين وميثيونين. في كمان مالتي فيتامينز، فيتامين اي وسيلينيوم وكبار، وهمين فيه زنك. طبعا دكاتره التغذيه حبت المنتج بشكل كثير. ليش؟ لان يكون في طريقه استخدامه اللي هي مره واحده باليوم، في تقنيه خاصه مستخدمتها الشركه اللي هي اسمها تو فيز سلو ريليز. المريض ياخذ الحبايه واحده باليوم، الحبايه شكلها بكون فيها اربع تابلتس جواتها، الكابسول بكون فيها اربع حبات جواتها، بصير لها ريليز لمده 24 ساعه. مهم يعني احنا الوحيدين اللي نكون من انسايد واوتسايد ذا بادي، يكون في عندنا كابسول والشامبو والكونديشنر وتونيك، وفي عندنا كمان امبولات. احنا
أهلا وسهلا فيكم. نحن شركة دار الغذاء نيوتري دار، هي شركة مساهمة عامة أردنية. نحن طبعا الشركة الوحيدة اللي منختص بصناعات الأغذية الأطفال، وبلشنا من جديد كمان نستخدم شغلات إضافية مثل السكيمد ميلك اللي هو حليب خالي الدسم، زائد الأصناف الأوت الشوفان اللي هي بتفيد المراحل العمرية كاملة. نحن بالتعاون مع هذا المؤتمر كشركة أردنية نحن بنحب إنه ندعم أي شيء بتعلق بالتغذية، بتعلق بالصناعات المحلية، لأنه نحن كمان غير إنه إحنا مؤسسة أو شركة محلية بنصدر لدول كتيرة، فبناء عليه بنحب إنه نكون متواجدين مع كل شركات التغذية أو أي مؤتمر بدعم الصناعات سواء محلية أو غير محلية، لأنه هذا الشيء نحن بالنسبة لنا فخر إنه نكون موجودين بكل الأماكن اللي بتمثل الأردن، بتمثل دار الغذاء بأصنافها كاملة، سواء أصناف للأطفال أو الأشياء اللي بلشنا فيها من جديد كحليب خالي الدسم أو الأصناف الموجودة عندنا مثل الشوفان. صباح الخير، أنا لورا فرح، استشارية تغذية طبية وعلاجية. إحنا اليوم عنا إيفنت كتير مرتب، اللي هو اليوم العلمي الأول لجمعية أخصائي التغذية العلاجية. رح نناقش فيه محاضرات كتير ومستجدات كتير في علم التغذية، كل ما هو جديد لعلاج أمراض السكري بالتغذية، لعلاج ضغط الدم. رح يصير في ورشتين عمل رح نناقش فيه أسباب فقر الدم للأطفال، ورح نناقش فيه المستجدات الغذائية للسكري ولضغط الدم. طبعا هذا كان تحت رعاية وزير الصحة بحضور حوالي 300 أخصائي وأخصائية تغذية، وطبعا بحضور رح نعمل كمان معرض للصناعات الغذائية شارك فيه تقريبا 15 شركة غذائية. رح يكون في سبيكرز كتير كلهم أطباء، اخترنا مواضيع كتير مفيدة، أهمها طبعا عن العادات الغذائية الصحية، رح نحكي عن الهيلثي لايف ستايلز، رح يكون في دكتور يحكي عن سوء التغذية وعلاقته بالأرض خاصة للأطفال، رح نحكي عن علاج السكري ومستجدات علاج السكري بالتغذية وضغط الدم. يعني حيكون في محاضرات عديدة وإن شاء الله رح تفيد الجميع بهذا الموضوع، فإن شاء الله نتوفق بهذا الموضوع. هو أول يوم علمي إحنا بنعمله لجمعية أخصائي التغذية، بس الحمد لله في حضور كتير كويس، الأطباء كتير مبسوطين، أخصائيان التغذية كلهم متواجدين، ورح يكون إن شاء الله يوم مميز إن شاء الله. الله يسلمك. يعني كتير إيفنتس حلوين عم بيصيروا بالأردن، وإحنا حريصين إن نكون موجودين من ضمن التغطية الإعلامية أكيد. فقرتنا المنوعة مشاهدينا أنا راح بختمها بآخر خبر، وهو أيضا خبر منوع وتحديدا هو خبر فني. فإلى المغرب عاد شباب مغاربة عزف أغنية مقدمة مسلسل Game of Thrones بآلات موسيقية أمازيغية منها الرباب. أنتم بتعرفوا أنه هناك فئة من سكان المغرب يتحدثون اللغة الأمازيغية، ومرة حكينا عنها إذا بتذكروا برمضان. حظيت هذه الأغنية ب 33 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من نشرها على اليوتيوب، وصورت الأغنية بنواحي مدينة أكادير هي جنوب المغرب، وظهر في الفيديو كليب شاب يعزف وقد ارتدى الجلباب المغربي. لكن هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا مع الأخبار المنوعة، وبننتقل لفقرتنا التفاعلية. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، ونزل موضوع فقرتنا على الفيسبوك، وأول اتصال بناخده من فوفو. هلو، السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام، كيفك؟ أنا منيحة، عاشك يا سمين حبيبتي، أنت كيفك؟ منيحة تمام الحمد لله، تفضلي يا فوفو. أنا صديقتي البرنامج طبعاً، والله حلو عندي لقيتش أحبش طبعاً، وأتمنى لك الإبداع الدائم يا رب. حبيبتي يا فوفو أنا كتير مبسوطة باتصالك وبمشاركتك معنا دائماً، تفضلي. يا عمري تحياتي طبعاً لك والكادر ماتش، وحاب أعرف الموضوع شنو اليوم. كيف بتعرف المرأة إنه هذا الرجل يلي هي مرتبطة فيه بيحبها عن جد؟ كيف بتكون التصرفات اللي خارجه منه هو؟ أول شيء ست ياسمين لازم تكون الثقة موجودة، لازم يكون الاحترام،
نعم يحترمها ويكون عنده ثقه بها ويسلمها ما خليها تحتاج شيء بمعنى نعم. انه صدق يحبها. نعم صحيح، مع انه نحن هاي الايام صعب يكون في ثقه بين اي اثنين باي علاقه، يعني ثقه عامية مستحيل يكون مع تواجد السوشيال ميديا والعلاقات الكتيرة والصداقات الكتيرة والى اخره، صح؟ اكيد ستي ياسمين سببها هو التليفون، يعني اكثر الرجال انه ما مهتمين بنسائهم، نعم مثلين انه بالتليفون يعني صادق بنية او شو عايز جو ايش هذا الشيء ما اشتر يعني. صحيح صحيح، شكرا كثير لك يا فوفو حبيبتي. نعم شكرا حبيبة قلبي. نعم شكرا. بيقول الرجل إذا حب سيدة يعني هي بتكون بالنسبة له العالم بأكمله، في تصرفات كثير بتخرج من هذا الرجل المحب لأي سيدة مثلا، أو الأهم هي بتصير بالنسبة له حبيبة وصديقة وأخت ووالدة أيضا، لما بتحس أنه هو ما بيقدر يستغني عنها وبيصير بيعاملها كطفل وهي كأم، هو هنا بيكون الحب الحقيقي. أيضا الغيرة موجودة، أنا بعتقد إذا ما كانت الغيرة موجودة من الرجل فليس هنالك حب، إلا في بعض العلاقات اللي هي ما بتشبهنا نحن كمجتمع شرقي بتلاقي فيها الغيرة شوي معدومة. الثقة مطلوبة لكن والثقة دليل الحب، لكن أنا برأيي صعب يكون في ثقة بالعلاقات هاي الأيام، نحن كتير عم بنمر بي أو ستايل الحياة تبعنا هالأيام بخليك أنك ما توثق بحدا، وأيضا ما حدا بيقدر يوثق فيك 100%، لأنه بتعرفوا يعني نحن هلأ الطلبات اللي بتوصلك على الفيسبوك على السناب شات على المش عارفة شو، هاي أمور كلها بتقلل من موضوع الثقة بأي علاقة. أكيد لا يعني إذا هيك أنه لا يوجد حب، لا يوجد حب، لكن ما هي تصرفات الرجل أمام المرأة اللي بتدل على أنه هو محب عن جد؟ خلينا نأخذ مشاركة من أستاذ ياس، كيفك؟ مرحبا ست ياسمين. أهلا، تحياتي لك وللكادر وكل الأصدقاء. شكرا شكرا، تحياتنا لك، تفضل. الحب في حياة أي زوجين من الأشياء الضرورية جدا لبقاء العلاقة بينهما متقدة وعلى نعم. ما يرام. نعم. وأكثر الأدلة على حب الزوج لزوجته هو تفضيل الرجل لقضاء وقته بالمنزل ولكن حسب ظروفه. أيوة. تبادل كأسلوب للتعبير عن الحب والكلمات الطيبة المتبادلة بين الاثنين. نعم. صحيح. دعوته لها للخروج معه للتنزه والزيارات أو الزيارات العائلية مع الأصدقاء والأقارب، تقديم الهدايا للمرأة والإخلاص نعم. وإنجاب الأطفال وشعورها بالأمان معه. والأهم من كل هذا ممارسة الحياة الزوجية وتبادل الرغبة للطرفين بين الطرفين، وهذا نعم. مهم جدا جدا. نعم. وعدم التقليل من شأن الزوجة ومقارنتها بالأخريات. أيوة. وفي الوقت الحاضر نعم. على كل فتاة أن تكسب قلب زوجها بحسن التصرف معه وبناء علاقة الثقة وإظهار احترامه له وحسن نية نعم. وعدم الشك. وهذه باختصار أهم المواضيع التي تجعل المرأة تشعر بحب الرجل له. نعم شكرا شكرا. وأتمنى لك التألق والنجاح والمستقبل الزاهر، وإذا عندك مناقشة أنا حاضر. شكرا شكرا كثير لك، راح تسمع مداخلتي بعد الاتصال. ما بعرف إذا وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في عندي تعليق، هلأ أنا عم بحكي حتى ما قبل الزواج بحال الارتباط كخطبة أو مثلا هدول الاثنين حابين بعض بدهم يرتبطوا، بيكون في هناك بعض الشكوك من طرف المرأة تحديدا إذا كان بحبها حب حقيقي أو لا، لأنه نحن بنعرف أنه ما شاء الله قلب الرجل بسرعة ما بحب، يعني هيك رقيق يعني بسرعة بحب، وممكن أنه هو يحكي لها أنه أنا بحبك بدون ما يكون أنه هو واثق من مشاعره. كيف بدها تعرف هاي السيدة انه هذا الرجل بحبها وفعلا صحيح الارتباط به؟ وهذاك اليوم تعقيبا على حكي الاستاذ ياس كنا عم نحكي، بتقول الوحدة انه زوجها ما بيرجع الا وقت النوم، قلت لها الخلل فيكي انت، شوفي شو المشكلة يلي عندك بحيث انه جوزك ما بحب يرجع على البيت. واحدة من الأمور يلي بتدل إنه هذا الزوج سعيد وبيحب بيته وبيحب مرته مثل ما قال أستاذ ياس، بيروح على بيته على البكير وبيفضل قضاء أغلب الوقت مع العيلة. ياس نعم أوكي، لكن نأخذ حنين وبعدين بحكي بقرأ التعليقات. كيفك يا حنين؟ هلا بيتي، عيني فدوى. ما تجيبوا دكتور على هذا على الحاف، قبل تجيبوا دكتور 17 ما تجيبوا دكتور، ليش؟ شو هاد؟
دكتور حاب على هاي قبل انو حاب. هلا انا مثلا يوم طالع لي حبوب كتير قرصني قرصة ما خلي بايدي مكان حبوب. شو نعم حبوب شو يا حنين؟ حبوب شو؟ حب الشباب يعني؟ دكتور جلدية بدك؟ جيبه دكتور جلدي. دكتور جلدي تابعينا الأسبوع الماضي إن شاء الله بيكون معنا دكتور جلدية. أوكي؟ وعلى هذا الموضوع منيح تذكرت إنه معنا موضوع. اتفضل يا حنين. راحت ماشي حنين. معصب علينا حنين. معتز الزيدان ياسين السلام عليكم. بتعرف من النظر الإيجابي والتفاهم على جميع الأصعدة من مدح ومحبة وطيب وتلبي احتياجاتها. شكرا كتير لك معتز. فعلا من النظر الإيجابية في هناك أشخاص بنكون نحن على ارتباط فيهم دايما بيسكروها بوجهنا وبيسكروا الأبواب بوجهنا ودايما بيعطوك طاقة سلبية عشان يكرهك بالعلاقة عشان تيجي النهاية من طرف السيدة. أما بالنسبة للرجل المحب فدايما بيكون في عنده نظرة إيجابية للحياة وللمستقبل القريب والبعيد ودائما هو في عنده تلبية لكل احتياجاتها. شكرا يا صديقي. أركان السامراء شو بيقول لمعتز الزيدان؟ إذا كانت هي لابسة عدسات رح تتغير عندها الرؤية مش راح تشوف الأمور على حقيقتها. أوكي. أما حسان من ليبيا بيقول نهاركم مبارك. والله يا ست ياسمين نحن اللي بنسأل هذا السؤال لأنكم أنتم الصبايا بتفهموا على بعض وبدنا إجابة. حسن من ليبيا بكرة إذا ما كان عنا ضيف رح بيكون موضوع حلقتنا كيف بيعرف الرجل إنه هاي المرأة بتحبه عن جد. هاي كتير سهل لأن المرأة لما بتحب بينعم على عيونها يعني بينعم أقمارها فخلاص بتبين إنها هي عشقانة. سناء كنعان بعتقد من الأردن. يسعد مساكي وكل أوقاتك ياسمين موضوعك حلو كتير اليوم وعجبني. بالنسبة للمرأة كيف بتعرف إنه الرجل بيحبها؟ من خلال اهتمامه فيها خوفه عليها واحترامه إلها ومحبته الزايدة إلها وتكون هي بنفس الوقت بتعامله بنفس المعاملة يعني الزوجين ومعاملتهم المحترمة مع بعض بيكملوا بعض أكيد. ويسلموا على مواضيعك الأكثر من رائعة والحلوة مثلك. شكرا يا حبيبة قلبي أنا متأكدة إنك أنت أحلى يا سناء. أحمد محمد الصلوحي مساء الفل ست ياسمين كيف بتعرف الرجل انه بيحبها؟ سؤال حلو. اتوقع من طريقه كلامه امامها بتعامله بالطريقه الصحيحه وهو بتعامل بالطريقه الصحيحه معها وبيحترمها وبتعامل معها بكل صدق وحنيه وما بيحسسها بالزعل وتعب ومشاغل الحياه. اوكي يا عزيزي. الشحماني ابو مؤمل عندما تقترب القلوب يسود الاطمئنان هنا الحب يعرف او يعرف عن نفسه. تحياتي شكرا كثير لك. اما بالنسبه لوسام العبيدي بيقول السلام عليكم تحياتي لك ست ياسمين. احترامها وصدق الاهتمام بها هذا اكبر دليل على انه بيحبها. ممكن انه يحترمها بس ما يكون بيحبها لانه يكون هو انسان مربى عادي ممكن يحترمها بس هو مش قادر يحبها وصار الارتباط مثلا بس هو مش قادر يحبها. هي كيف بدها تعرف انه بحبها او لا؟ دائما اذا كان الرجل بحب هاي السيدة رح يشوفها هي احلى من اي شيء. رح يشوفها هي هي المنفذ لأي وقت. هو زعلان بروح لعندها. هلأ امتى ما كان هذا الرجل ما بيشكي لهاي السيدة ما بيحكي ما بفضفض زعلان بيحكي معها مبسوط بيحكي معها بيشاركها أخباره بيكون في خلل بالعلاقة. زهرة الماضي مساء الخير عليك يا أختي ياسمين. أكيد إذا كان بيفتح له قلبها سهل كنا عم نحكي وهي أيضا وتبادل الهدايا بينهم عدم الشك والغيرة. هاي تبادل الهدايا أحلى لقطة يا عزيزتي يعني نحن البنات كتير بنحب الهدايا. وإذا كنت بدي أروح أقرأ بعض المسيجات اللي بتوصلني عادة على الخاص فبدي أقول لقاسم العزاوي شكرا لك اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا لك على هاي الورود ويعطيك ألف عافية. أبو سداد زمان عنك ما سمعنا أخبارك ولا بعتنا ولا علقت على مواضيعنا يا أبو سداد بس ما تكون زعلان علينا أكيد. مكملين نحن وإنتوا مشاهدين. خلينا نروح نشوف أكرم السامرائي شو بيعلق على موضوعنا لليوم. بيقول إن كان يمتلك صدقا مشاعر دافئة تجاهها فليقاوم بنفسه برودة الاختبار فلتختبره هي أن يقف خارجا في الجو المثلج حتى الانجماد وبعدين تقضي على الزلمة. وشو استفادت هي يعني شو استفادت إذا هو تجمد مثلا؟ ما عجبني الاختبار يا أركان ما عجبني يعني أنا سيدة وما عجبني الاختبار لكن هناك في اختبارات أولى.
إنها تختبرها، السيدة تختبر فيها الرجل. أكيد. إمتى بتعرف المرأة أو السيدة إن هذا الرجل يحبها حب حقيقي؟ لما تكون بالنسبة له كل إشي، لما بتكون بالنسبة له شيء أساسي، إنه كل يوم يشوفها، كل يوم يحكي معها، يحكي لها أول بأول، يشاركها همومه، يشاركها أفراحه، يشاركها قراراته، شو رأيك كذا، شو رأيك كذا. دائما خايف أو مش خايف، دائما بدور على حلول لمستقبل آمن عشان يحافظ عليها، لأنه الرجال بالنسبة للمرأة هو حاضر ومستقبل. أما بالنسبة للماضي، أمتى ما نحن دخل الحب لقلبنا، ما بهمنا الماضي، ولا تسألوا عن الماضي، نحن أولاد النهاردة. أكيد. إذا معنا اتصال بناخده. نحن تقريبا وصلنا لآخر دقيقة بحلقتنا لليوم. أنا بدي يعني هيك، هو رجاء كل واحدة حست بعدم حب من الطرف الآخر، لا تجازفي، لا تجازفي على أمل إنه يحبك في يوم من الأيام. لو بدي يحبك كان حبك. حميد من الجزائر؟ لا، أبصر. وين صديقنا حميد من الجزائر؟ يلا بناخد حميد آخر اتصال. كيفك يا حميد؟ قطع؟ طب إذا كنت عم تسمعنا يا حميد، بتمنى إنك ترجع تحكينا. أما إذا مش عم تحضرنا بس انت حاكي على وقت البرنامج، فنحن اسفين انه ما زبطت معك الاتصال يا حميد. يعني بكرة ان شاء الله بيكون معنا حلقة جديدة. وبالنسبة لدكتور الجلدية، بناء على طلب صديقتنا حنين، بلكي اذا الله راد على الاسبوع الجاي بنأمن دكتور جلدية، ورح تكون معنا دكتورة طيب الأربعاء أو الخميس، برضو فيكي تسأليها عن الموضوع. بكرة حلقة جديدة مع أنا ياسمين خريشي. باي باي.